تقوم قولنا بشتايل أنا عليك يا ابني وعلينا يبك وحياة الله يا خالتي لا إله إلا الله ما تروق كده أخ وخد لك سيجارة شكلك مستجد على البرش والنبي مش ناقصاك ابعد عني يا أخي علشان إيه ده كله بضاعتك اتاخدت عادي ما كلنا في الهوا سوا لا لا يا ريت جت على البضاعة بس لأني ضربت الأمين عز إيه؟ أنت إيه؟ ضربت الأمين عز؟ إيه في إيه؟ اسمعوا رجالة الراجل ده ضرب الأمين عز جدع يا كبير جدع برافو عليك راجل من ظهر راجل الله يبارك لك امال ايه انت اول واحد يتجرأ ومد ايده عليه قلبي عندك يا خالتي شده وتزول ان شاء الله كتر خيرك يا بنتي انت عرفتي ازاي عرفت من توته قلت اجيلك يمكن تحتاجي حاجه لا يكرمك استرها معانا يا رب يا رب انا عارفه بس ايه اللي خلاه يتخانق مع امين الشرطه السماوي ده نعمل ايه نصيبه طب ما وقعت هناك اهو ما تيجي نروح له يا خالتي نقول له كلمتين يمكن يحن قلبه ويخرج عبطال اه يا ابني انا مستعده احب على رجله بس ابني بات في فرشه طول الليل طب يلا يا خالتي يلا يلا بس انت اللي هتتكلم يلا السلام عليكم يا باشا وعليكم خير يا باشا انا مع عبد الله اللي اتخانق النهارده وانتوا حبستوه اللي ما يرميك في دقيقة تقول وجه الله ده غلبان ده بيجري على ولاي مش احنا تتسحق يا ولاية يا ابنك ده ناقص رباية والحجز هيربيه ويلا بقى من هنا احسن والله هرميكي معاه في الحجز ما حلمك علينا شوية يا باشا ده الكلام اخده وعطي انت هتصاحبيني انت كمان يلا يا اختي تقوم من هنا هي مش ناقصاكوا يا باشا طب وليه الغلط يعني واحنا عشان غلبي يعني اخلص يا رحمة رحمني حسبنا الله ونعم الوكيل ولا تظبط سياد بدل ما نزلك الحجز خلي العيال تظبطك هناك وتظبطني انا ليه وانا ماني يا خالتي هيظبطوني ليه يا خالتي يا عبد الله عبد الله ايه ده اتعرفت جنى ازاي مفيش واحده زبونه عندي يعني عندها قريبها امين شرطه هو اللي جاب طمني عليك يا اخويا والنبي عامل ايه انا كويس الحمد لله قولي لامك ما تقلقش هتعدي على خير باذن الله ماما اصلا واقفه بره دلوقتي مع سماح وسكرينا بيتكلموا مع امين الشرطه اللي انت اتخانقت معاه طب قولي لما اللي انتوا عاملينها لي دي خد امك واتكلوا على الله وابعتي لها ابو عماره طب مش عايز حاجه تانية يا حبيبي لا مش عايز حاجه طب خلي بالك من نفسك والنبي يا اخويا ماشي يا فادي اتكل على الله الله عليك يا عبد الله ايه الحلاوه دي حلاوه ايه يا رحمه ماشي يا معلم ماشي ماشي ما تمسحها فيا المره دي يا حضره الامين وانا مستعد اجيب عبد الله يبوس راسك احنا رجاله وبنفهم في الاصول واحنا تحت امرك في اي حاجه والله يا عبد الله ده طيب قوي يا اخويا اعتبرني زي امك لما انت امك كنت لازم تربيه وتفهميني الايد اللي تتمد على البدله الميري تتقطع على طول والله حضرتك هو ما يقصدش البضاعه دي بس مش بتاعته وكاتب على نفسه وصل امانه بيهم بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي مين الاموره دي دي اخت عبد الله بتدرس في الجامعه والله يا با احنا ناس محترمين يكش بس هي الظروف يا اهلا وسهلا اتفضلي استراحه حلوه واقفه ليه الله 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 يا حضره الامين ما تبص لنا هنا ها قلت ايه عشان خاطر الاموره انا مستعد اتنازل عن حقي الله يبارك لك يعني هتفرج عن عبد الله لا طبعا كرايه يا سعاده الامين في ايه مالك عمال تهسق فينا كده لا احنا ولاد ناس قوي على فكره بقى انا اعرف اللي وعفتها تعرف ليه اسمه فتاح انا اعرفه بس هو ما عرفنيش ما تكشفني ايوه احنا نعرف اللي وعفتها الله الخفافة والزرافة واللطافة تحبوا تشرفوا مع سي عبد الله جوه عشان تونسوه؟ لا احنا عايزين هو اللي شرفنا بره عشان ناخده ونمشي استنى بس يا سكرينة انت مش قلت ان انت بتنازل عن حقك عبد الله هيفضل هنا ليه؟ صحيح انا سمحت في حقي لكن فين حق الحكومة؟ الحيلة بتاعكم لازم يدفع 3000 جنيه القانون هو اللي بيقول كده طيب ممكن اعرف بس حضرتك المبلغ ده بتاع ايه؟ شوف الناس المحترمة بتتكلم ازاي؟ والله انا ما عارف ومستعجب انت ازاي تبقى اختي اللي جوه في الحجز ده ما تبص لي هنا وفهمنا ال 3000 جنيه دول بتوع ايه غرامه اشغال طريق والبيع من غير ترخيص القانون هو اللي بيقول كده بس ادينا عرفنا يلا يا خالتي